بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتحا من عندك، وألهمنا رشدنا في كل ما نقول ونفعل، وارزقنا نعمة الإخلاص لوجهك الكريم. نتابع الآن حديثنا المتعلق بالجهاد، وعنوانه هذا هو الجهاد. انتهينا من المقدمة، وانتهينا من الخطوط العريضة التي رسمناها بين يدي الدخول في التفاصيل التي لا بد من أن نأخذ أنفسنا بها. وبدأنا نتكلم عن أول فقرة، وهي مشروعية الجهاد القتالي التي انبثقت عند استقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. الشيء الذي ينبغي أن يلفت نظرنا، والذي ذكرته ربما في آخر الحلقة التي مضت، أن مشروعية الجهاد القتالي عندما استقر المقام برسول الله في المدينة المنورة وولدت الدولة الإسلامية، لا يعني أن عاد الدعوة إلى الله باللسان والموعظة الحسنة قد ولى، لا، ظل أساس الجهاد ومصدره ومصدر تنوعاته الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل بقيت الدعوة إلى الله عز وجل هي المفتاح الدائم للأنواع الأخرى من الجهاد. هنا لابد أن نغني هذا الموضوع، موضوع الدعوة إلى الله، الذي هذا الموضوع يصاحب الجهاد القتالي أيا كان سببه. موضوع الدعوة إلى الله في عصرنا اليوم أكاد أن أقول إنه مطوي عن التنفيذ، بل أقول بعبارة صريحة أوضح وأكثر جلاء، بمقدار ما تنشط الحركات الإسلامية نشاطاتها المعروفة، الدعوة إلى الله عز وجل بالمعنى الذي أوضحه بيان الله مطوي وبعيد عن التنفيذ. ما الذي نعنيه بالحركات الإسلامية؟ نعني أنشطة الذين صاغوا من أعمالهم الإسلامية جماعات، أحزاب، نعم، لكنها ليست أحزابا سياسية حرفية تقليدية، وإنما هي أحزاب إسلامية. حركات هذه الجماعات تتمثل في رعاية هذا المعنى الحزبي، في رعايته، في حمايته. أنشطة هؤلاء الإخوة تتمثل في وضع الخطط الرامية إلى تسلق المؤسسات التي ترقى إلى درجة تحمل مسؤولية واتخاذ القرار. نعم، فأصحاب هذه الأنشطة تتجه نشاطاتهم وأعمالهم الحركية ضمن هذا الحدود، يعني اجتماعاتهم، لقاءاتهم تهدف إلى رعاية الجماعة ورعاية الحزب وتعميقه ووضع الوسائل والأسباب التي تضمن انتشار هذه الجماعة ووجودها في أكبر قدر ممكن في المناطق الإسلامية وغير الإسلامية. طبعا هذا يحتاج إلى جهد والسلوك، زائد الخطط الرامية إلى وصولهم لمنطقة اتخاذ القرار والقدرة على تنفيذ القرارات. أنا لا أتحدث عن قيمة هذا النوع من الجهود ولا أبخسها حقها أبدا،
لكن أقول هل هذا هو معناه البيان الإلهي بقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن؟ لا. نعم، هذا ما أريد أن أقوله. الدعوة إلى الله شيء آخر. لماذا؟ الدعوة إلى الله تتكون من داع ومدعو، تتكون من طرفين، الطرف الأول الشخص أو الجماعة الذين اقتنعوا بالإسلام دينا واقتنعوا بحقائق الإسلام وأوتوا القدرة الكافية على إدخال هذه الحقائق في قناعات الآخرين، ومن ثم تحبيب الالتزام بالإسلام إلى قلوبهم. نعم، طبعا هذا هو الطرف الأول. الطرف الثاني الشارد عن الإسلام، المنحرف، الملحد، بل الذي يتربص بالإسلام سوءا، هذا هو الطرف الثاني. طيب، الحركات الإسلامية اليوم عبارة عن طرف واحد، نشاطات الحركات الإسلامية تتحرك ضمن طرف واحد، الطرف الثاني غائب. ومرة أخرى أقول أنا لا أبخس هذه الحركات حقها، لكنها شيء، وواجب الدعوة إلى الله عز وجل شيء آخر. الدعوة إلى الله لا تتحقق إلا بوجود كما قلت لكم طرفين. فأنا مثلا أريد أن أنهض بواجب الدعوة إلى الله، ينبغي أن أبحث عن هؤلاء الشاردين، هؤلاء التائهين، أطرق أبوابهم، أجتمع إليهم، أسأل الواحد منهم ما الذي يجعلك يا أخي تنأى عن الإسلام، ما الذي يجعلك تكرهه؟ نعم، طيب سيفيض أما في نفسه وسيتحدث. هنا يأتي دوري، نقاش بيان الحقائق الإسلامية، وكم هي غائبة عن هؤلاء الناس، وما أكثر الذين نتحمل وزر شرودهم نحن عن الإسلام. هذا هو معناه البيان الإلهي بأمر الدعوة. أنتم تقرؤون قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، إذا جادلهم الضمير يعود للطرف الثاني بالتي هي أحسن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من دعا إلى الله المفعول محذوف، أي دعا للتعميم، دعا التائهين على اختلافهم واختلاف فئاتهم. أنا أحب أن نركز دائما عند حديثنا عن الجهاد بكل أصناف على هذه النقطة، ثغرة خطيرة في حياتنا. طيب، الناشطون في نطاق الحركات الإسلامية يقومون بجهد، ونسأل الله عز وجل لهم التوفيق، لكن أين هي الساحة الأخرى، ساحة الدعوة إلى الله عز وجل؟ أبحث ثم أبحث فلا أجد أحدا، أو أجد فئات قليلة، مثلا منهم هؤلاء الذين يسمون بجماعة التبليغ على أن يعني بضاعتهم العلمية مزجاة، يعني ضعيفة قليلة. نعم، ولا يقع يعني يقعون موقعا كافيا. هذا الذي أقوله لكم هو الذي جعل الوجود اللا إسلامي يتنامى، هو الذي جعل ضبابية التصورات الإسلامية البعيدة عن حقائق الإسلام تتكاثر، هو الذي جعل المتربصين بالإسلام يسيرون في أرض معبدة، طريق معبدة، وكأن لسان حالهم يقول خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. نعم، فكان ينبغي أن يكون هنالك تكامل بين الحركات الإسلامية، نعم، وبين واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لو أنني دخلت أنا في معترك الحركات الإسلامية، ونسأل الله لأربابها التوفيق، إذن لوجدت نفسي محجوزا عن محاورة الآخرين، لوجدت نفسي محجوزا عن
دعوة الآخرين إلى الإسلام، لا أجلس معه، لا أجد وقتا، لست مختصا بهذا، أنا أمارس العمل الحركي، هذا معنى ينبغي أن يكون ماشيا في أذهاننا، لعل هذا التصور يحل المشكلة ويجعلنا ننهض بما يسمى التكامل. أنا مرة أخرى أقول لا أبخس حق الحركات الإسلامية، لكن ينبغي أن نعلم أن هنالك ثغرة ينبغي أن تسد متمثلة في دعوة الآخرين إلى الإسلام بالطريقة التي بينها لنا الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه الدعوة هي مهمة فئة من الناس؟ لا، هي مهمة المسلمين جميعا، عبء يقع على عاتق المسلمين، لكن ضمن قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن وجد في نفسه القدرة على أن يبصر إخوانه الشاردين بالإسلام وجب عليه أن يؤدي هذه الضريبة المثبتة في عنقه، لكن ضمن حدود قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، بصير بالعقائد الإسلامية ويعرف دلائلها، إذن حاور هؤلاء التائهين، بصير بأحكام الشريعة الإسلامية ومبرراتها، إذن حاور هؤلاء الناس وبين لهم. نعم، لم يجد لديه مكنة لهذا، إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هنالك فئات كثيرة مكنها الله عز وجل من ذلك. يعني هؤلاء الذين يتمتعون بثقافة إسلامية راشدة مكلفون بهذه الدعوة كما يكلفون بإقامة الصلاة، كما يكلفون بالصيام والحج إلى بيت الله الحرام قولا واحدا. والإنسان الذي تقاعس عن هذا الواجب وهو قادر على ذلك يخاطب يوم القيامة ويحاسب. نعم، إلا إذا عفى الله سبحانه وتعالى وباب العفو مفتوح لا يملك أن يضيق منه أحد بشكل من الأشكال. إذن كل إنسان مكلف بالدعوة لكن ضمن حدود الإمكانات، ثم إن الدعوة تتسع وتضيق حسب ثقافة الداعي إلى الله عز وجل. الشيء الثاني، هل الدعوة إلى الله عز وجل داخل في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية أم داخل في أحكام التبليغ؟ لا، الدعوة إلى الله عز وجل داخلة في أحكام التبليغ، أي لست بحاجة من أجل أن أبلغ الناس رسالات الله عز وجل إلى أن أخذ الإذن من ولي أمر المؤمنين. نعم، ما دمت أدعو بالحكمة والموعظة الحسنة فلست بحاجة إلى ذلك، إلا إذا رأى ولي أمر المسلمين أن زيد من الناس نعم يدخل في ساحة لا يتقنها، يحمل نفسه جهدا ليس مؤهلا له. نعم، طبعا هذا يوجد كثيرا ما يكون، تكون غيرة الإنسان قد سبقت قدراته الثقافية، غيرته متأججة وقدراته الثقافية متراجعة. نعم، فيستجيب لحماسته لكن لا يلاحظ قدراتي، لا هذا غلط. نعم، ينبغي أن يتعامل الإنسان مع قدراته العلمية ويخضع غيرته لقدراته العلمية. نعم، هذا أمر، في حين أن الجهاد القتالي من أحكام الإمامة، لا يستطيع الإنسان أن ينهض بواجب القتال الجهاد القتالي إلا بإذن من رئيس الدولة وإلا بقيادة رئيس الدولة أو من ينيبه عنه. نعم، الشيء الآخر قلناه وبينه لنا كتاب الله عز وجل أن الدعوة إلى الله ليست إرغاما لكنها تحبيب وإقناع، مهم جدا أن نعلم هذا. الدعوة إلى الله عز وجل كانت ولا تزال نعم بيانا وإقناعا وتحبيبا. هل هنالك مرحلة من مراحل الدعوة تتحول الدعوة فيها إلى إرغام؟ ما حصل هذا، لا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تم ذلك، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في العهود الإسلامية التي كان الإسلام يطبق فيها. نعم، والدلائل على ذلك من سيرة
السير النبوي كثيرة، ولا نريد أن نشرد عن منهاجنا الذي أخذنا به أنفسنا. لكن هذا الكلام الذي أقوله لكم يشكل عليه عدة أمور. موضوع أن الدعوة إلى الإسلام ليست إرغاما وإنما هي إقناع وتحبيب. طيب الكلام مفهوم، إذن ماذا نصنع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وماذا نقول في الآيات التي نفهم من ظاهرها الإرغام، مثل قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا صلاة وآتوا زكاة فخلوا سبيلهم. هذه الآية التي تسمى آية السيف عند كثير أو بعض الناس، زائد الحديث الذي ذكرته، كلاهما يشكلان على ما قد قلنا من أن الدعوة إلى الله عز وجل ليست إرغاما وإنما هي إقناع وتحبيب. تعالوا نجيب عن هذين السؤالين، والحقيقة الجواب عن هذين السؤالين يشكل العمود الفقري أو واحدا من المرتكزات الدقيقة لهذا الموضوع. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، هو الحديث صحيح موجود في البخاري، لو أنه قال: أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذن المشكلة حقيقية. ولكن النبي ما قال هذا، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما الفرق بين أقتل وأقاتل؟ أقتل يعني أمرت أن ألاحق الناس في بيوتهم وفي عقر دورهم ما داموا تائهين غير ملتزمين بأوامر الله ولا يعني يستجيبون طواعية، ينبغي أن ألاحقهم في عقر دورهم وأقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام قصرا. هذا معنى قولي أمرت أن أقتل الناس. لكن عندما يقول أقاتل يعني أمرت أن أواجه عدوان الناس المتربصين بمثله، أمرت أن أواجه توجه المشركين والملاحدة وأضرابهم توجههم إلي بالقتل وقصد العدوان، أمرت أن أواجههم بمثل ذلك. هذا معنى المقاتلة. المفاعلة باللغة العربية دائما تدل على الشراكة، تدل على الشراكة. لاحظوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية عندما منعوه من الدخول إلى مكة للعمرة، فاقترح عليهم، قال يعني المشركون آن لهم أن يركنوا إلى السلم، أنهكتهم الحروب، فلو أنهم جموا يعني استراحوا عن الحروب ذلك خير لهم. ثم قال: أما إذا أرادوا الأخرى فلأقاتلنهم على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي. لاحظوا يعني أنتم أنهكتكم الحروب، طيب يا أخي عودوا إلى بلادكم واركنوا إلى السلم وأنا عندئذ أسالمكم، لا أطالبكم بشيء أبدا ولا أرغمكم على عقيدي، لكن أريد منكم المسالمة. فهل استجبتم لهذا؟ نعم، لتجموا يعني لتستريحوا من موضوع القتال وما إلى ذلك. أما إذا يعني أصررتم، كانت الأخرى يعني الإصرار على أن تواجهوني بالقتال، إذن أنا أيضا أقاتلكم، فلأقاتلنكم عندئذ قال فلأقاتلنكم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. ماذا فهمنا من كلمة أقاتلنكم؟ معنى الذي أقول واضح، وهذا ما فهمه جمهور الفقهاء. يعني ماذا قالوا؟ الجهاد القتالي لدرء الحرابة، في حين النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام. نعم،
النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام وهو يعني ما يقول، ما قال أمرت أن أقتل الناس. نعم. غريب أن الإمام الشافعي وله رأيان في هذا الموضوع، يقول ليس القتل من القتال بسبيل، ويعمق هذا المعنى. القتال له معنى آخر، إياكم، يعني ما ينبغي أن يلتبس عليكم القتال بالقتل. هذا بالنسبة جوابنا عن الحديث. أما الآية القرآنية فينبغي أيها الإخوة، وأقول لسائر المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، ينبغي أن لا نحبس أنفسنا عند آية نضع يعني حابستين على هذه الآية ونفصل الآية عن السياق والسباق. اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها، تتبلور حقيقة المعنى الذي يريده كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد هذه الآية التي تلوتها لكم مباشرة هي في سورة التوبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم حيث وجدتموهم إلى آخر الآية. ماذا يقول بعدها مباشرة؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن أحد من المشركين استجارك أثناء الحرب، رجل من المشركين في صف القتال في صف الحرب يعني مع إخوانه المقاتلين، أعلن أنه يرغب أن يدخل في دار الإسلام ويسمع ويتبين ويتعرف على الإسلام، هذا معنى استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب دخل وسمع كلام الله ولم يعجبه كلام الله وأراد أن يرجع كما دخل، ما الذي ينبغي أن نفعل؟ لو كان المراد بالجهاد الإرغام على الإسلام إذن لوجب علينا أن نقتله، لا سيما وقد دخل ووجد عوارنا وعرف دخائلنا. نعم، لكن ماذا قال الله تعالى؟ ثم أبلغه مأمنه. ما أبلغه مأمنه، يجب على المسلمين أو على الدولة الإسلامية، وقد دخل هذا الإنسان وسمع لكنه قال والله أنا أريد أن أرجع، ما أعجبه هذا. نعم، نحن مكلفون لا بأن نتركه، نبلغه إلى المكان الذي يأمن فيه على حياته، يعني نسير معه إلى أن نوصله إلى الخط الحاجز والفاصل بين المسلمين وغيرهم. على ما يدل هذا؟ الباري عز وجل عندما يقول نعم وهم بدأوكم أول مرة تخشونهم فالله أحق أن تخشوا، يعني المبرر أنه انظروا ماذا صنعوا بكم. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الآيات في هذا كثيرة جدا. في عندنا قاعدة بها نختم حديثنا. طيب، إذا وردت آية عامة وآية خاصة في موضوع واحد، أيهما تكون تفسير الآخر؟ الآية الخاصة تكون تفسير الآية العامة، يعني نفسر الآية العامة على ضوء الآية الخاصة. ولهذا الكلام تتم. إذن عرفنا الآن أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تساير الجهاد القتالي إلى يوم القيامة، وما ينبغي أن يلغي واحد منهما الآخر. وتحدثنا عن آداب الدعوة الإسلامية عموما، وبدأنا الرد، بدأنا الرد على بعض الإشكالات التي تقف في هذا الطريق من آيات القرآن ومن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في ضوء ما ذكرتموه عن الحركات الإسلامية وتقصيرها وتقاعسها قليلا أو انحيازها إلى أعمال خاصة فيها بالنسبة للدعوة الإسلامية، فإذا كلفتم بعمل جماعي في الدعوة الإسلامية أو يعني ما هو النموذج الأسلم حتى نصل إلى أعلى ثمرات الدعوة الإسلامية الجماعية؟ أولا
أريد أن أذكرك بأني لم أنعت هؤلاء بالمتقاعسين، وأنا لا أعتبر أن هؤلاء مثلا تركوا شيئا واجبا وتشغلوا بعبث أو بشيء غير مفيد. قلت أنا لا أبخسهم حقهم، وأنا أقول إن عملهم إن شاء الله مفيد، لكن هذا لا يغني عن واجب الدعوة. أنا إذا دعيت إلى أن أشترك مع جمع من الدعاة إلى الله عز وجل، فيا حبذا بدلا من أن تكون جهودي يتيمة ليس هنالك من يدعمها ومن يتعاون معها، لا، الواقع سأكون مندمجا مع ثلة من الإخوة الذين يشتركون معي في هذا العمل ضمن هذا المنهج، وهي الدعوة إلى الله مع الطرف الثاني، فأنا مستعد. نعم، لكن أن أنضم إلى جماعة تستبدل بالدعوة إلى الله عز وجل النشاطات الحركية، أعتقد أن هذا يقصيني عن اختصاصي. أنا اختصاصي الذي توجهت إليه منذ نعومة أظفاري محاورة الآخرين، حاورت ملاحدة، حاورت شيوعيين، حاورت وجوديين، نعم، وأنا على استعداد إذا وفقني الله عز وجل أن أرحل إلى آخر الدنيا جهد استطاعتي وقدرتي لأحاور التائهين. نعم، وأعتقد أنني إذا استطعت أن يعني أشغل وقتي بهذا فحسب ذلك، لكن هل هنالك مانع من أن يكون هنالك إخوة شركاء معي عملي يصبح جزء من عمل جماعي؟ يا سلام، هذا شيء جيد. لماذا لا تبدأوا أنتم بهذه الخطوة إذا لم تدع؟ لا، ولله الحمد أن الآن عملي الذي أقوم به لا يحوجني إلى هذا، لا يحوجني، لو أحوجني لفعلت. فضيلة الدكتور، لو تكلمنا باسم الحركات الإسلامية، ذكرتم أن الحركات الإسلامية أغلب عملها في العمل الحركي. طيب لو تكلمنا بلسانهم فيقولون أن العمل المضبوط صحيح هو العمل الحركي جزء أساسي من الحركات الإسلامية، لكن العمل الحركي الإسلامي تقوم به إدارات هذه الجماعات، بينما باقي الأفراد المنتسبين إلى هذه الجماعات يقومون ضمن برامج موضوعة من الإدارات في هذه الجماعات بنشر الدعوة إلى الله عز وجل في المساجد عن طريق عن الحلقات القرآنية، عن طريق الأنشطة الواسعة. صحيح أن هذه الأنشطة ومن الدعوة إلى الله عز وجل تفتقر إلى المستوى العالي أو المستوى المتوسط من العلوم، تقتصر على الفرض العين، لكنها تقوم بواجب نشيط كبير جدا. هل مطلوب من هذه الجماعات أو الحركات التخصصية في العلم؟ هي تنشر العلم ضمن المجتمع الإسلامي في جميع الشرائح. وشكرا. أنا لا أستطيع الآن في مثل هذا الموقف أن أضع النقاط على الحروف ردا على هذا الكلام. أنا أغتبط جدا لو أن هذا الكلام الذي تقوله فعلا واقعي، يعني أصحاب الحركات الإسلامية بعبارة صريحة الأحزاب الإسلامية، نعم، ينقسمون إلى قسمين، إداريين يقومون بأعمالهم الحركية تماما كما تقول، وآخرون ينشطون للوقوف مع الآخرين وحواراتهم. لم أجد ما يدل على هذا. هنالك فعلا، نعم، مساجد نجد فيها دعاة إلى الله عز وجل، لكنهم فئات أخرى. نعم، أنا أحب أن أجتمع مع أناس من أبناء جلدتنا لكنهم منحرفون عن الإسلام، تائهون عن الإسلام، لكي أقوم بالواجب الذي كلفني الله عز وجل به، يعني أن أجلس مع ملحد، أن أجلس مع شيوعي، أن أجلس مع من يدعو إلى الحداثي، مع من يدعو إلى العلماني وأحاوره. هذا هو المطلوب. أما إذا كنت كل يوم أجتمع مع أمثالي في المسجد نتكلم بقى عن مشاكل المسلمين، وأنا بحكي عن آلام وعن جراحات، والثاني بحكي لي عن جراحات أخرى، والآخر يزفر زفراته عن الموضوع كذا، وكلها نحن طرف واحد يا أخي، مثل اللي عم يحاكي نفسه بالمرآة، نحن طرف واحد ما تنسى. نعم، أنا
أدعو إلى مثل ما كان يفعله أصحاب رسول الله. يرسل حوالي 50 واحد إلى نجد، يلا روحوا ادعوا إلى الله، لا مسلحين ولا في قتال ولا شيء، كلموا الناس عن الإسلام، حببوا إليهم دين الله عز وجل، يذهبوا. طيب هذا ما أفتقده اليوم. نعم. أما أنا لما بلقيلي شي درس، أنا نفسي بقول لك لا، لما بلقيلي شي درس في المسجد بشرح الرسالة القشيرية، لك هذول أحسن مني اللي عم شرح لهم. نعم. لما بعد بمكان آخر نفس الشيء، هل أنتم ما شاء الله وكان كل هاتكون أحسن مني، يمكن أنا بدي كنت الناس ساردين الواقع، شايف كيف؟ فأنا أتحدث عن هذا، ومع ذلك أقول هما جبهتان لا بد من أن نشغل كل واحد منهما بأصحاب الاختصاص. سيدي تعقيبا على كلامكم، جماعة بالنسبة للدعوة والتبليغ هم ينشطون إلى ناس يعني في القرى في الأرياف في مجتمع غير الذي في المساجد، هؤلاء عندهم هؤلاء من الذين ينهضون بهذا الواجب. أنا ذكرت يعني إذا أردنا أن نبحث ونبحث نجد سلة صغيرة هم جماعة التبليغ ينشطون ويدخلون في معتركات الأوضاع، ولكن يعني كنت أتمنى أن تكون قدراتهم العلمية أكثر عمقا. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام. سيدي تعميم وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كأنه يعني في تلازم بينه وبين نقص العلم، لأنه غالبا حيث الواقع إذا عممنا ساحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مثل ما نجد عن جماعة التبليغ، يعني من الضروري أن نجد نقصا في العلم، يعني يصعب أن نجد ساحة قاعدة كبيرة من الناس وعندهم مقدار من العلم مثل ما عند المتخصصين، فكيف يعني السبيل إلى التبليغ؟ لا تنسى ما قد قلت، لينفق ذو ساعة من ساعته. عندما أقول واجب الدعوة إلى الله عز وجل منوط بكل المسلمين، ليس معنى ذلك أن كل المسلمين ينبغي أن يصعدوا المنابر ويفعلوا تماما ما يفعله الآخرون، لا ما قلت هذا. نعم، لكن الزوج في بيته آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، فبالقدر الذي تعلمه يرى زوجته تائية شاردة لا تعلم، يبين لها الأحكام التي سبق أن عرفها. أولاده كذلك، هذه أليست دعوة؟ هي دعوة إلى الله. طيب وهكذا تتسع دائرة الدعوة، تتسع حسب دائرة الثقافة التي يتمتع بها الإنسان. فأنا لم أقل أن كل الناس ينبغي أن يصبحوا مؤلفين ودعاة وخطباء منابر، ما قلت هذا الكلام أبدا. السلام عليكم. السلام. نحن اليوم سيدي بحاجة إلى الدعوة بين المسلمين بشكل خاص، لأن عدد المسلمين الكبير، ولكن نرجو أن لا يكون غثاء كغثاء السيل كما قال سيدي رسول الله. فلذلك نحن بحاجة إلى الدعوة بين المسلمين أكثر من الدعوة الخارجية أو الدعوة للملاحدة أو ما شابه ذلك، لأننا عندما نكون نحن المسلمين بحق مسلمين فإننا سوف نخرج إلى العالم إلى العالم الآخر ونقدم صورة عنا كعالم مسلم إلى العالم الآخر، تكفينا عن مئات المناظرات والحوارات التي قد لا تجدي شيئا أو تجدي شيئا بسيطا. شكرا. أنا ما قلت يعني ينبغي أن نوجه الدعوة إلى البلاد الخارجة عن الإسلام، لا أبدا، أنا أتحدث عن أولوية الدعوة في داخل العالم الإسلامي. وأنا عندما أقول ملحد يكون أخي جاري، نعم، وعندما أقول إنسان وجودي شيوعي كذا هم من أبناء جلدتنا تماما. نعم، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم ننطلق إلى البعيدين عنا، هذا كلام سليم جدا. ولكن ينبغي أن نعلم أن هذه الدعوة مكلف بها الناس كلها، لكن على درجات على درجات، وينبغي أن نضع نصب عينينا المبدأ القائل نعم لينفق ذو ساعة من ساعته. سيدي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديثا يرويه الإمام أبو داود الترمذي في سننه،
والإمام النووي برياض الصالحين، وجاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الترتيب هل له مغزى؟ لا لا، معهم يعني المشرك أولا نبدأ معه بالحوار، أنصت إلى الحوار أدينا الواجب تركنا، لم ينصت إلى الحوار وواجهنا بالعدوان نعم نحذره من ذلك، أراد أن يكمم فم الداعي إلى الله عندئذ هنالك مبرر لقتاله. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا لا يجوز لنا أن نقتحم حياة المشركين أو مجتمعاتهم بالقتال، ما قال أحد هذا الكلام، وإنما ندعوهم إلى الله عز وجل، فإن استجابوا نعمة، وإن لم يستجيبوا لكن تركونا ننشر الدعوة كذلك جيد، لكن أغلقوا علينا الطرق وسدوا المنافذ عندئذ يأتي دور قتال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصيحتكم سيدي للذين يتسلقون على سلم السياسة، إن بحسن نية أم بغير حسن نية، بحجة توسيع نطاق الدعوة أو الوصول إلى من لا يوصل إليه بغير السياسة، وجزاكم الله خير. كيف عيد عيد؟ الدعاة الذين يتسلقون سلم السياسة، إن بنية بحسن نية أم بغيرها، بحجة توسيع نطاق الدعوة والوصول إلى من قد لا يوصل إليه في غيرها. يعني أنت تتحدث عن الحركيين، هؤلاء ليسوا دعاة، يعني الذين ينشطون في أعمال الحركة سعيا إلى بلوغ الحكم عن طريق مجلس الشعب ثم الوزارات ثم تبوء ناصية الحكم. نعم هذا عمل حركي، لكن لا تسميه دعوة، لا تسميه دعوة إلى الله. نعم شو يعني رموز؟ ما بفهم كلمة رموز. يا داعي يا مداعي، إذا كان عم يجلس مع آخرين كل يوم بيهدي له شيء واحد بيقنع له شيء واحد اسمه داعي، أما إذا كان واضع همه في هذا الذي يسعى إليه دائما يجلس مع إخواني اليوم فعلنا هيك غدا بدنا نعمل هيك وكذا، يعني إطلاق اسم الداعي عليه ليس في مكانه. ومع ذلك أنا لا يعني أنتقد هذا، ولكنني أتحدث عن ضرورة عدم التداخل. ما ينبغي أن يلتبس النشاط الحركي بمعناه المألوف عندكم بالدعوة للآخرين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. في دقيقة واحدة تفضل. تتفضلون أن الدعاة يجب أن يكونوا على مستوى جيد من العلم، ولا يخفاكم لأن أعداءنا اليوم تحاربنا بالإنترنت، وللأسف في بلدنا خاصة نترك الأطفال ونترك البالغين أن يدخلوا إلى الإنترنت دون أي مراقبة، فهل نحن تعلم الإنترنت والدخول إلى هذه المجالات يعتبر هذا من الجهاد؟ وشكرا. لا شك أن الاستفادة من الإنترنت وغيره من الأمور التي نعم نفاجأ بها كأداة نعم من أدوات الثقافة المختلفة، كل ذلك يجند لحساب الدعوة إلى الله عز وجل، بشرط أن يكون القائمون بتسخير هذا الجهاز وأمثاله من البصيرة بمكان، وأن يكونوا ممن يدركون معنى سلم الأولويات وكيفية انتقاء الأهم عند تزاحم المصالح والشروط. فأنا لست ممن يدعو إلى فتح أبواب الإنترنت وأمثاله على مصاريعها في البيوت. أنا لا أعلم وضع الزوج، مستوى الثقافي، الوعي، الزوجة، الأولاد. نعم رب أسرة نعم دمرت بحسن نية، نعم كان هنالك رغبة في أن يستعمل أهل هذا البيت أعضاء هذه الأسرة هذه الوسيلة الحضارية للدعوة إلى الله، ثم تغلبت
الغرائز والرعونات الأخرى، فكانت النتيجة نقيض الهدف الذي نتوخاه. كل شيء إذا ضبط بشروطه وكانت أرضية استعمال هذه الأجهزة أرضية وعي، نعم، وثقافة إسلامية كافية حبذا. الحمد لله رب العالمين.